ماما فاطمة أحمد، صار لي 11 سنة بشتغل أم لثمان أطفال. هلا حاليا عندي 8 كمان بالبيت، 4 صبيان و4 بنات. الأمومة شغلة كتير حلوة ولطيفة، يعني فيها إنه حب حنية للأطفال. بتحس إنه الطفل وقت اللي بيجي هيك وبيحضن الأم بتحس في مشاعر. أنا بالأصل ماني أم حقيقية، بس عم ربي أطفال. يعني وقت اللي بيجي هالطفل وبتضمه الأم بتحس إنه عم تعطيه من كل قلبها. ما في أحلى من الأمومة، شغلة كتير حلوة الأمومة. هلق في شغلات كتير بتفرح. إحنا وقت اللي بنجتمع على الغداء، يعني شغلة إنه حلوة كتير، الواحد بينبسط. وقت اللي بيقعدوا بيصيروا يحكوا نكت بين بعضهم، إنه بنعمل جو. أحيانا بيكونوا عم يلعبوا، في شغلات حلوة كتير لطيفة يعني بتصير بالبيت. بقيت شي 3 شهور خالي وبعدين استلمت أم. الطفل وقت اللي بيجي لعندي بدي أحاول إني أضمه على صدري، استوعب تصرفاته شو ما عمل، بدي أطول بالي عليه. بحاول مثلا كمان إني راضيه إذا ما يبكي أو بشي، بأكل بشي بس لحتى لي يآلف علي. أنا انبسطت وقت اللي قالوا لي، يعني فرحت كثير إنه بدك تصيري أم.